بكلينيك اليوم موضوعنا هو سكليروز ان بلاك او التصلب اللويحي مع بروفيسور سلام كوسا، اخصائي طبعا بامراض الدماغ والاعصاب. صباح الخير. صباح النور. سكليروز ان بلاك حكينا عنه بهالاسبوع لانه هو شهر ايار، معروف انه شهر المرضى بالسكليروز ان بلاك. بدنا نرجع نعرف شوي للي ما بيعرفوا شو هو التصلب اللويحي دكتور. اذا حتى نبسط الامور بنحكي انه هيدا مرض بصيب الدماغ والنخاع الشوكي، النخاع الشوكي يعني موال بينير او الدوده. نعم. وبصير في التهاب ببؤر، التهاب بعده مناطق بالدماغ او النخاع الشوكي. نعم. وكيف بتبين عوارضه؟ باي عمر ممكن يبلش؟ اذا هذا مرض بصيب الناس بعز عطائهم، يعني بين العشرين والاربعين سنه. قليل ما ببلش قبل، في حالات قليله قبل العشرين عند الاولاد، وفي حالات قليلة كمان بتبلش بعد الخمسين أو ستين سنة. ليه؟ ما بنعرف، لأنه أصلاً أسبابه بعدها مش معروفة. بنعرف شغلتين، أنه حتى يحصل هالمرض بده يكون في تضافر عاملين، عامل بيئي، يمكن نقص بالفيتامين دي، يمكن تعرض لأنواع فيروسات بعمر معين، وعوامل وراثية، وهذه كلها بدها تعمل خلل في جهاز المناعة تبع الجسم وتؤدي لهالالتهاب من الجهاز العصبي المركزي. نعم، يعني ممكن يكون عم يتوارث هالمرض من جيل إلى جيل بالعائلة، أو يمكن منورث أشياء صغيرة ومع بعضها بتجمع وبتصير. مظبوط، العامل الوراثي وحده مش كافي. نعم. لأنه قليل، يعني ما بينقل الشخص لولده أو لولاده هالمرض هيدا. نعم. ولكن بيلعب نوعا ما مع عوامل تانية. يعني صعب انه نقدر نعرف اذا هالشخص او اذا انا بعائلي يمكن في عندي شخص معين عنده سكليروز ان بلاك، ما بقدر من انا وصغيره اعرف اذا انا رح اصاب بهالمرض تماماً ولا لا. تماما، لحديت ما تبلش تبين العوارض. تماما. كيف تبين العوارض؟ لان انا بعرف انه سكليروز ان بلاك هيك بغش شوي ببعض الاحيان، ما بتكون عوارضه يمكن واضحه كثير لحديت ما يصير بمحل متقدم من المرض. لا، صار التشخيص اهين واهين بهالايام هيدي. نعم. رح نعطي مثل. شخص عمره 25 سنة، صبية عمره 25 سنة، صار في التهاب بعصب النظر، فبصفي في غشاوة مع أوجاع لما بتحرك عينها أو يمين أو شمال. هالقصة هيدي بتضاين جمعتين ثلاثة، حتى لو ما تعالجت بدها ترجع تتحسن وترجع تصح. ولكن إذا اعطيناها علاج بتصح بفترة أسرع. هيدي الشغلة بنسميها النوبة أو الهجمة. بس تصح يمكن يمرق سنتين ثلاثة أو أكثر أو أقل، أو خمس سنين، وبترجع تعمل هجمة تانية. هالهجمة التانية بتكون بمنطقة تانية من الدماغ. إنما لما بتصح أول هجمة، إذا فينا نقول أول عارض كريزة، بيختفي من الدماغ، بيكون صح عن جد أو بيكون بعده مكمل؟ ما اختفى من الدماغ. ولكن خف الالتهاب. نعم. وراح الالتهاب. كيف بخف لحاله؟ بخف لحاله بلا علاج؟ بخف لحاله، لأنه بهالمشكلة هيدي بتنصاب الميلين. الميلين هي المادة اللي بتغلف العصب، فلما بصفي في إصابة للميلين الجهاز العصبي المركزي بيرجع بيكونها وحده، بتاخد جمعتين ثلاثة، شهر شهرين، وبيرجع بيكونها. ولكن شو المشكلة؟ المشكلة إنه إذا تركنا الشخص يعمل نوبات كتير متكررة، بده يوصل وقت بعد 15 20 أو 25 سنة ممكن تؤدي لشيء بسموه إعاقة. يعني الشخص يلي كان يقدر يمشي مظبوط ويصح من أول هجمة أو تاني هجمة عم ببلش يعمل مشاكل بالمشي، وهالمشاكل عم تتفاقم تدريجيا مع الوقت. رح نحكي طبعا، وهيدي اللي ما بدنا نوصلها، وهيدي اللي بنفضل إنه الشخص يوصلها بأبعد أطول وقت ممكن. رح نحكي طبعا عن تطور المرض وكيف تتفاقم الأمور مع السنين. إنما بس بحب ذكر المشاهدين اللي بحبوا يتصلوا فينا على الهواء ويطرحوا أي سؤال لبروفيسور سلام كوسا بخصوص التصلب اللويحي سكليروز أون بلاك، بيقدروا يتصلوا طبعا على الأرقام اللي عم تمرق على الشاشة. بروفيسور كوسا بيجاوب على الأسئلة مباشرة على الهواء. دكتور، قلت لي انه يمكن اول عارض ببين هو عارض هيك غشاوي العين، او ممكن ينصاب عصب الحركه. الشخص ما بيقدر يحرك قسم من جسمه، ايده او اجره او الملتين. نعم. او ممكن يصير في اضطرابات حسيه بالاحساس، تنميل،
خضار كأنه كهرباء عم تبرق بإيده أو بإجره، في يكون في مشاكل بتوازن اتزان الجسم، في يكون في مشاكل بالتبول. شو هي مشاكل التبول؟ التبول أو بصفي مضطر يروح كتير دايما منشان التبول، مش كل 4 أو 5 ساعات أو 6 ساعات، بصفي كل ساعة أو ساعتين مضطر إنه يروح على التواليت. نعم، وكل هالعوارض أيضا ممكن تظهر وترجع تختفي، وممكن تضل يعني مثل ما تفضلت وقلت لي 10 و15 و20 سنة، وبخلال هالسنين هيدي ما عم نقدر نشخص المرض لأنه عم بتروح وترجع العوارض، أو بخلال هالسنين عم بيكون في تكرار؟ لا بالعكس، المرض بيتشخص بسهولة بسهولة، بيكفي إنه الشخص يلي عم بحس بعارض مش طبيعي يحكي طبيب العائلة أو طبيب الصحة أو طبيب الطب الداخلي، وهو يعني اذا مثلا نعم يبعثوا عند الطبيب الاختصاصي. لا مش صعب التشخيص ابدا، يعني حتى طبيب العيون ممكن يعرف انه هيدي ما مشكله بالعين. في كثير حالات بيبعث لنا اياها طبيب العيون لانه بيفحص العين بشوف انه ما في مشكله بالعين، فبشك انه يمكن يكون المشكله بعصب العين وبحول لطبيب الجهاز العصبي. نعم، اذا حكينا ايضا عن صعوبه الاستعمال اي من اعضاء الجسم او تنميل او الخضار او ما عم نقدر نهزها، نوع من الشلل يمكن المؤقت، نعم قد ايه معقول يضاين هالهجمه هي؟ اذا معدلها الهجمه مبدئيا اذا ما عالجناها فيها تضاين شهر او شهرين، وفيها تضاين اقل، في هجمات فيها تضاين بس 24 ساعه. هيدي اللي يمكن الخطره انه ما بنعطيها اهتمام. يعني ما هو دائما معنا وقت نعطي المريض دواء ونعدل بمنحى هالمرض. نعم بضل معنا وقت. نعم، شو علاجات السكليروز أو بلاك؟ يعني نحن بلاش نكتشف المرض إن كان بأوله أو بآخره من بعد تكرار كذا يمكن نوبة ويمكن ما عطيناها اهتمام وغشتنا مثل ما كنا عم نقول، وهالشخص المريض حس أنه يمكن أوكي يمكن نملت إيدي أنا تعبانه شوي أو عمل شي حركة خاطئة وما عطى الموضوع أهمية، هل العلاج بيفرق بين أول بداية المرض وتطوره؟ هذا سؤال كتير مهم لأنه كل الدراسات الجديدة بتشير أنه لازم نعمل التشخيص باكراً. نعم. ليش لازم نعمل التشخيص باكراً؟ لأنه بالمرحلة هيدي بيكون بعد في التهاب، لما بيكون في التهاب فينا نعطي أدوية مفيدة وفعالة. إذا نطرنا المرحلة اللي بتصير فيها إعاقة نوعاً ما بتصفي الأمور أصعب وبتبطل الادويه اللي عنا اياها ذو فعاليه بهالفتره اللي بتقدمه بعدين. شو بيصير ساعتها؟ ساعتها بس بيتوقف صار يمكن؟ في تلف بالعصب، ولما بيكون في تلف بالعصب من الصعوبه انه يرجع ينمى العصب من اول وجديد. نعم. بينما بالمراحل الاولى تبع الاولى تبع المرض بصفي في بس مشاكل بالغلاف تبع العصب. وهيدا الغلاف بيرجع الجسم قادر انه يكونه. يعني ممكن يتوقف المرض كليا؟ ممكن نبطئ كثير الوصول للحالات اللي ما بنحب يوصلها المريض، اللي هي الإعاقة انه يكون على كرسي نقال، هيدي ما بنحبها ابدا، ولكن الأدوية عم بتكون افعل وافعل، وهالأدوية عم تقدر تعمل مثل تجميد. نعم، بدي اعتذر منك دكتور، رح نتوقف شوي ومنتابع حديثنا.